من الخطأ أنه نقارن أنفسنا بالآخرين. كل شخص من عندنا إلى ظروفه وإمكانياته ومواهبه وتطلعاته واللي تختلف عن الآخر. في مرحلة ما ممكن تجيك فرصة تستغلها بقوة وتبني ذاتك، في حين أنه فرصة مختلفة تجي لشخص آخر بناء على مقدرته وما تدرب عليه في فترات سابقة، يقدر يقتنص الفرصة ليكون ذاته.